سنما مصرية بألف خير وتألق دائما إن شاء الله. الجائزة دي لها معزة خاصة لأنها تحمل اسم إنسان عزيز علينا، فنان العالم العربي وكل من يتكلم العربية حبه، رمز من رموز السينما المصرية بتاعته، الفنانة فاتن حمامة. كان لي الحظ وشرفت ان انا اعمل معاها في اخر فيلم عملته هو ارض الاحلام. وكان المفروض ان انا يعني دعوه التكريم كانت في افتتاح المهرجان، بس انا مع الاسف كان عندي ارتباط رحله سياحيه علاجيه، وكنت انا وزوجتي مرتبطين بها فتره حاجزين يعني، فاضطريت ان انا اعتذر. لكن للأسف إدارة المهرجان مشكورة تكرمت إنها أجلت التكريم للافتتاح. لكن الرحلة دي أيضا حرمتني من حاجة الحقيقة، وداعت صديق حديث مش قادر أقول عليه جميل، مش قادر اقول عليه جميل مشوار فني، لكن هو صديق فعلا بمعنى الكلمه. كنا يعني حتى لما كنت انا في عين شمس وهو في اسكندريه كنا بنعمل نفس المسرحيه من غير ما نقول لبعض يعني، ونتقابل بعدها. محمود عبد العزيز ما ماتش طبعا، لانه هو احنا اتحرمنا منه، لكن جمهوره مش هيتحرم. عمر الانسان بيقاس قد ايه هو عايش بين الناس، مش بجسد، مش مهم جسد، لان كلنا تقريبا. اعتقد ان محمود عبد العزيز عمل اعمال هتعيش كتير قوي. اسمحوا لي اقول لكم اخر كلمه سمعتها من محمود عبد العزيز. بعد ما خلصت مسلسل ملموس جالي تليفون من ابن محمود، الاستاذ محمود ابن الاستاذ محمد محمود عبد العزيز ده ملكي. وقال لي انكل ممكن تخيل السنه الجايه هو رمضان معانا في شركتنا؟ قلت له طبعا ممكن جدا، ربنا يسعدني. انت ابن اخويا، لكن المهم نلاقي ورق اقدر اعمله. فقال لي طب انا مسافر مع بابا. قلت له خير في ايه؟ قال له عندي الارض الرحميه صغيره كده هيعملها في باريس وانا مسافر معاه وانت. فقلت له طيب هيجي بالسلامه وكده، وأكلك موجود بالظبط. قال لي هو هيحضر الأعمال كذا عمل تقراهم وتقول له رأيك. فعلا الشركة بقت على طول بتجيب لي أعمال لغاية ما لقيت عمل عجبني، لكن لقيته لايق على محمود مش عليا أنا الحقيقة. فكلمته في التليفون فقال لي ده أنا في باريس عملت عملية وهعمل عملية تانية. قلت له خير يا محمود؟ قال لي يعني اللحميه دي وانا بس متوجع الالم بس هو اللي بشع. قلت له احكي باريس، انت بتتلكك اي حاجه تروح باريس باريس باريس، ايه يعني يا جدعان؟ قال لي والله العظيم يا يحيى ما في احلى من بلدنا. طبعا وانا بتكلم مسلسل، ودي الكلمه اللي انا احب اختم بيها، والله العظيم ما في احلى من بلدنا.